السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله النهاردة موضوعنا عن مقارنة بين ذبائح الأبقار وذبائح الجاموس، يعني ذبيحة الأبقار كل سنة وأنتم طيبين وذبيحة الجاموس، هنحطهم في وضع مقارنة. ما إذا قورنت ذبائح الأبقار والجاموس عند نفس العمر؟ يعني لو جبت عجل وزنه 600 كيلو بقر مع جاموس وزنه 600 كيلو نقدر نتكلم في الفرق. أول حاجة ارتفاع نسبة التصافي في الأبقار عنها في الجاموس. يعني نسبة التصافي أعلى، بمعنى هتديني إنتاج في اللحم، هتديني لحمة أكتر من عنها في الجاموس. ويرجع ذلك طبعا لكم نقطة. أول نقطة زيادة وزن الأرجل، رجل الـ زيادة وزن الأرجل والرأس الجلد في الجاموس عنها في الأبقار. زيادة وزن الرجل والرأس في الجاموس، الجاموس أزيد من البقر في شيل في عظمه. زيادة وزن القناة الهضمية ومحتوياتها الجاموس عنها في الأبقار. عند البقر النقطتين دول أو الثلاث نقط دول زيادة في البقر، إحنا ما بنستخدمهمش أو ما بنستفادش منهم كإنتاج تصافي لحم. تمام كده؟ تمام. تاني نقطة انخفاض نسبة التشافي في ذبح الجاموس، وذلك لزيادة نسبة العظام في ذبائح الجاموس عنها في ذبائح البقر. لحم الجاموس أقل من لحم البقر. تالت حاجة افتقار لحم الجاموس للدهن بين العضلات، والدهن المرمري بيفتقر. ويمتاز لحوم الجاموس أن لونه دهن اللحم، اللحم أبيض، بينما في الأبقار لون اللحم بتاعها أصفر. تمام. رابع حاجة لون لحم الجاموس أغمق من لون لحم الأبقار، ويرجع ذلك إلى احتوائها على كمية كبيرة من هيموجلوبين العضلات. لون لحم الجاموس غامق من لون لحم البقر، ويرجع ذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من هيموجلوبين العضلات. طيب خامس حاجة سمك ألياف لحوم الجاموس. الفرشة بتاعت الجاموس سميكة، تمام، أكبر منها من في لحوم الأبقار عند نفس العمر، ونفس سن الفرشة بتاعتها، يعني الجلد بتاعها تخين. رقم ستة القيمة الغذائية للحوم، والنقطة الأخيرة دي هي بتتكلم عن القيمة الغذائية للحوم الأبقار أعلى منها في الجاموس، وذلك لارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض نسبة المادة الجافة، وذلك لانخفاض نسبة الدهون في لحوم الجاموس. يبقى لو انا عايز اعمل تصافي يبقى البقر ينجح. انا مش بهين اللي مربي جاموس او مش بقلل من شغله، لا انا يعني ايه مقصدي ان اي شيء في الدنيا له مقارنه، فيه حلو فيه الوحش. وانا مش بقول ان الجاموس وحش، في ناس بتحب اكل لحم الجاموس، في ناس بتحب لحم اكل البقر، في ناس ما بتحبش اللحمه اصلا. تمام كده. فده موجود وده موجود، بس علميا ان نسبة التصافي في البقر اعلى من نسبة التصافي في الجاموس. في حاجات تتميز بها الابقار وفي حاجات تتميز بها الجاموس، في حاجات تتميز بها الجاموس برضو في التسمين، في حاجات تتميز بها الابقار في اللبن، وفي حاجات تتميز بها الجاموس في الالبان برضو. تمام كده. دي كلها متميزات. اما احنا بنقارن في التصافي، بنقارن البقر والجاموس في التصافي. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة سعيدة عليكم يا رب، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك لي وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. أي تعليق حطوه لي في الديسكريبشن وأنا تحت أمركم. كان معكم أخوكم محمد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.